أهلا بحضرتكم. معانا سؤالين، شيرين ودعاء. دعاء أنا هجاوبك بكرة، شيرين إن شاء الله نجاوبها النهاردة. تتكلم على إن هي عندها قناة على اليوتيوب بتقوم هي تعلمت القرآن الكريم والروابط اللي بتسهل عملية الحفظ وعملية ضبط المتشابهات في الألفاظ والآيات، فهي بتربط ده للناس بطريقة تعينهم على سهولة الحفظ. فهي بتقول يا برفع ده ملفات، يا إما بقوم بتسجيل صوتي على قناتي، وده بيدعم وبيعزز نسبة المشاهدة. رفع الملفات بيقلل شوية نسبة المشاهدة. هي بتقول أنه المفروض اللي أنا أعمله وأحرص عليه، عشان وهي بتعمل العمل ده لوجه الله. إحنا هنجاوب المسألة دي من الأساس بتاعها. أصل العمل كأصل هذا العمل أمر مباح، مع طبعا ضرورة الأمانة في هذا العمل، لأن ده أمر متعلق بالدين، أمر دين. طيب ننتقل للنقطة التانية. الملفات دي اللي حضرتك بتقولي إنك جمعتيها، لو كانت من جهد حضرتك وهي خاصة بملكيتك أنت الفكرية، خاصة بيكي أنت، فلا مانع تعملي فيها بقى اللي أنت عايزاه، ترفعيها ملفات، تسجليها بصوتك، اللي يتراءى لك بما يحقق المصلحة لك. لكن لو كان الملفات دي ملك آخرين، يعني لها حقوق الآخرين وأنا اعتديت عليها بالأخذ، فلابد من استئذانهم في هذا الأمر حتى لا نقع في أخذ ما ليس حق لنا يا أستاذة شيرين. ودعاء كده أفهم سؤالك كويس وأرد عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير غدا بإذن الله تعالى.